الكرامة في المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. لا راضي مالهم داخل الشركة، ما يسمى بالشركة المواطنة للتدبير الكهرباء العمومية وتدبير الصرف الصحي، واللي الرائحة ديال الفساد من داخلهم والرائحة ديال التوظيفات المشبوهة أزكمت الأنوف من داخل هذه المدينة هذه، كما نسجل تشغيل ديال البنت ديال العميد ديال المجلس ديال عمدة مراكش محمد العربي بن القيد من داخل الإدارة المركزية الأراضي مال الكائن الكائنة بشارع محمد السادس. نسجل تشغيل ديال الأخت ديال عضو ديال المجلس الجماعي من داخل مراكش اللي هو بويدو، وكذلك الأخ ديال بويدو من داخل نفس الشركة. هذه الشركة اللي تنشأت من أجل الاستنزاف ديال المالية من داخل هذه المدينة هذه، كذلك من أجل تشغيل ديال الحاشية ديال الحزب السائد من داخل المجلس الجماعي، كما ننتد بالتفويت ديال الأراضي من أجل البناء ديال مسجد من داخل أبواب مراكش، وكذلك بناء مستوصف أو مستشفى للقرب، في حين أنه نجد مجموعات سكنية مليئة عن آخرها لتتجاوز من داخلها 10,000 20,000 نسمة، مثلا دوار قنون، مثلا سيدي يوسف بن علي، الرويدات، وكذلك قطع كبير من داخل الدوديات. اليوم الدولي للمرأة تحت شعار مركزي من أجل المرأة ومن أجل العيش الكريم. هذا اليوم في كل قرى وكل جهاتها الفخر نظرا للاستفحال والاعتبار الضريبي وارتفاع عدد الفقراء المغاربه الى جوج مليون. لا يخفى على احد حقوق حقوق المراه حقوق الطفل على المستوى المحلي اصدرت وما يعرف من انتكاسة مرجل شعارات وملغي شعارات الدولية الدخول المدرسي، إلى أن الدخول المدرسي كان متعثرا متعثرا ويفتقر للدخول المدرسي. على الحقوق الاجتماعية كذلك حق الصحة الوضع كارثي على مستوى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. معكم حسين عدلان، عضو في السلك الوطنية للتدريب المعتني حامل الشواهد، أحد المعتصمين سطح وزارة التضامن، اللي كيف تعرفوا شهدنا واحد الوفاة ديال الصديق صابر الحلوي العزيز على قلوبنا، ومن هذا المنبر نحيي كافة الإخوان ونحسن تحضيره شهادته، وأننا سنبقى عازمين على النضال ومكافحة هذا التهميش والإقصاء اللي تنعرفوا أن الحكومة عزمت على معالجة الملف في غرفة البرلمان، وأن تعطتنا وعود من قبل البرلمانيين في كافة الأغلبية والمعارضة على أن تشكل لجنة دائمة لدى رئيس الحكومة، وإن شاء الله الرحمن الرحيم كما وصلنا أنه سيتم لقاء الأول يوم الاثنين المقبل. تخلي الجمعية المغربية حقوق الإنسان اليوم العالمي لمحاربة الفقر على مستوى جميع فروعها عبر الربع البلاد، تنديدا بسياسة الإقصاء والتهميش التي تنهجها الحكومة بحق شريحة واسعة من أبناء الوطن، مع العلم أن المغرب يتوفر على مجموعة من الخيرات الطبيعية متمثلة في فوسفات يعتبر من الذهب الأبيض، بالإضافة إلى بحرين غنيين بثروة سمكية يمكن سد الخصص وسد التغذية الكافية لساكنات المجتمع المغربي. إذا نعتبر بأن الإقصاء الممنهج في حق الشعب المغربي من طرف
الحكومة الرجعية التي لا تعي بشأن اجتماعي وأنها تنهج سياسة اللامبالاة والإقصاء ندينها ونسترك سلوكها وتعي الجمعية المغربية الإنسان تبقى صامدة مناضلة في وجه الغطرسة الإمبريالية والهجمة الشرسة التي تنهجها القوى الظلامية داخل البلاد. هي العودة ديال بعض الأمراض الزكاكة اللي كان كيعتبر العالم بأنه انتهى منها وارتفاع عدد الفقراء في العالم. والمغرب كيف تعرفوا ما كيخش على الثائرة والتالي هو أن جوج المليون ديال المغاربة كيعانيوا من سوء التغذية، يعني المجاعة. عاد عندنا الملايين ديال المغاربة اللي كيعيشوا الفقر وتحت عتبة الفقر.